Haroushi, consul général du Royaume du Maroc, Monsieur Lafont Rapenouille, gouverneur militaire de Strasbourg, Monsieur Abdallah Boussouf, secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Monsieur Stössley, président du tribunal de grande instance de Strasbourg, Madame Lila Merabé, vice-présidente de la région Alsace. بطبيعة الحال يعني ربما أن الزيارة ديال استراسبورغ كانت زيارة خاصة من أجل يعني الاستشفاء. الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى كرمنا بالعافية والحمد لله برحمته. الدعوة ديال الجالية اليهودية المغربية اليوم هنا استجبت لها لأنها مهمة جدا. الجالية اليهودية المغرب اجتمعت باش تحتفي بالمغرب، باش تحتفي بالثقافة المغربية، مجموعة من اللوحات المعروضة هنية تعبر عن الثقافة المغربية بجميع تنوعاتها. نعتقد الجالية اليهودية المغربية تعرض هنا ثقافة مغربية إسلامية وأمازيغية أيضا، يعني إسلامية كذلك. إذن الحضور ديالنا من أجل دعم أواصر يعني التلاقي والعلاقة والارتباط الوثيق بين الجالية المغربية اليهودية والجالية المغربية المسلمة وكذلك المغرب بصفة عامة. إذن بغينا بهذا الحضور يكون المغاربة يهود والمسلمون كما هم في المغرب هنا في هذه البلاد من أجل الدفاع عن قضاياهم ومصالحهم، ولكن أيضا من أجل الدفاع عن قضايا ومصالح المغرب، ونحن في حاجة إليهم في هذه المدينة استراسبورغ العاصمة الأوروبية. وقد يعني استجبت للقاء لدعوة من طرف المجلس الأوروبي أيضا اللي عنده استعداد كامل باش يساهم يستقبل المغرب وإن شاء الله فيه في الآفاق يعني برامج كثيرة للتعاون مع المجلس الأوروبي من أجل عرض الثقافة المغربية، من أجل الدفاع عن مصالح المغرب. وفيه في الأفق معرض كبير حول المغرب وأوروبا سيقام هنا في هذه المدينة بالتنسيق مع القنصلية المغربية والمجلس الأوروبي. وشكرا.